كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك فطر اسمه لاكس، وثعلب اسمه ماكس، وإكس أو اسمه بووحش اسمه بي. كانوا معا، انتظروني. لكن بي لا يحب لاكس لأنه كان محبوبا جدا، فقرر بي أن يهرب لأن لا أحد يحبه. ركض بي وركض. في الصباح لم يجدوا بي. أين بي؟ وقرر أن يعيش هناك إلى الأبد. بحثوا وبحثوا لم يجدوا بي. بي قال لاكس: يبدو أن بي لا يحبني. قال ماكس: أسمع صوت بكاء، هيا نتبعه. تبعوا ورأوا بي الذي كان يبكي، فسألوه: لماذا خرجت يا بي؟ قال: لأنكم تحبون لاكس أكثر مني. قال ماكس: لا نحب فقط لاكس، بل نحبك. قالوا كلهم: نحن نحبك. قال بي: حسنا. وعاشوا في سعادة وهناء. إلى اللقاء.